احنا امام غدير، امام توحيد، احنا امام غدير، امام نبوة، امام معاد، امام اصول، امام اسس. اكملت لكم دينكم، ولم تقل شريعتكم، ولم تقل ملتكم. ولاية علي دين، يقول القرآن الكريم، يعني اسس، يعني اساس، يعني اصل، اصول لا تتبدل ولا تتغير، والكل محكوم بها من البداية حتى النهاية. يعني هي مفروضة على آدم، على النبيين، على بداية الخليقة حتى نهاية الخليقة. ولهذا قال أئمتنا عليهم السلام أنه من دون ولاية ما تقبل الشريعة، صلاة، صوم، زكاة، حاج، كيف يقبل الفرع من دون الأصل؟ اسألوا أنفسكم أيها المسلمون، أكو فرع في الدنيا يقبل من دون أصله؟ يعني واحد يقول أنا توحيد الله ما اعترف به وأصلي، شلون تقبل صلاته وتوحيد ما يقبل به؟ ولاية علي دين، أكملت لكم دينكم، كالتوحيد، كالنبوة، كالمعاد. فإذا إنسان ما قبل، كيف تقبل صلاته وهي تفاصيل وهي فروع؟ كيف يقبل صومه؟ كيف يقبل حجه؟ كيف تقبل زكاته؟ بقية عباداته؟ إحنا أمام غدير، أمام توحيد، إحنا أمام غدير، أمام نبوة، إحنا أمام غدير، أمام معاد، أمام أصول، أمام أسس، أمام أصل ما نمكن أن نستعيض به بشيء آخر في الواقع. ولهذا على المسلمين أن يتوجهوا إلى سفينة النجاة، إلى هذا الأصل العظيم، ويركبوا سفينة النجاة، سفينة النبي، اللي من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، وإن كان ابن نوح، وإن كان زوجة نوح يغرق. إحنا أمام غدير، أمام توحيد، إحنا أمام غدير، أمام نبوة، أمام معاد، أمام أصول، أمام أسس.